هدف في هذه الهجمه عكسه خطيره الافريقي غيثا الزعلوني يوزع الزعلوني ليه يحتفظ بالكره يصوب الزعلوني هدف اول جول النادي الافريقي غيث الزعلوني افتتح نتيجه لسيا هجوم معاكس مثالي غيث الزعلوني يخير يحافظ على الكره يعمل مراوغه يفسخ الدفاع يحط الكره على ساقي اليسار والكره في شباك الحارس وسيم القروي واحد بلاش بعد مرور 13 دقيقه في هذا الشوط الاول هدف اول لسيا وفرحه كبيره في المدرجات اللاعب اكيد الزعلوني يتوجه للجماهير والفرحه مع الاحباء هذه الاعاده الانطلاقه من الزعلوني الزعلوني قد يدخل منطقه الجزاء يعمل مراوغه الكل كان ينتظر في توزيعه غيث لكن الاخير حط الكره على ساقيها اليسار هذه الاعاده من جديد شوف الصوره شوف اللقطه شوف الاعاده ممتاز العمل كل العمل كان من غيث الزعلوني يحتفظ الكره يعمل مراوغه يصوب يحط الكره في الجهه المقابله بعيده عن الحارس وسيم القروي 1-0 في المباراة.